السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على البيم اكشن بلان على الايزو 19650. طبعا احنا بنعمل الحاجات ديت مع كل مشروع بيختلف ومع كل شركة بيختلف حسب السكوب بتاعها، حسب ايه اللي مطلوب منها في المشروع. بس ده تمبليت بحيث ايه اهم العناصر اللي لازم تكون موجودة. اهم حاجة بتبقى موجودة هنا بنكتب اسم المشروع واسم الشركة يعني بنتفق على اختصارات معينة في المشروع، مين الناس الاساسية في المشروع. طبعا انا مش هكتب كل المهندسين اللي شغالين في المشروع، تقدر نقول هنكتب رؤساء الاقسام او الاشخاص اللي هينوبوا على رؤساء الاقسام. يعني انا مثلا عايز اكلم حد في الانشائي، عايز اكلم حد في المعماري، مين اللي هكلمه؟ لما رئيس القسم، لما هو بيفوض حد في المشروع دوت. هنا الدوكومنت اثورتي لكل قسم، وبعد كده هندخل على الدوكومنت كنترول، بنبدأ بقى نتفق على الريفيجن اللي هتبقى موجودة، مثلا ريفيجن 1 ريفيجن 2 وهكذا، مين اللي عملها ومين اللي راجعها ومين اللي وافق عليها وهكذا. ده جدول المحتويات. هنا الابندكس، الجداول. طيب هنا الاوفر فيو بنكتب بقى معلومات عن المشروع، وبعد كده الاختصارات اللي هنشتغل عليها في المشروع، بعد كده معلومات عن المشروع، البروجكت نيم، الاسيت اونر، البروجكت اونر، كل الاطراف اللي هي المهمه في المشروع، وبعد كده الفيسز، كل الفيسز ايه الحاجات اللي احنا هنبقى مهتمين بيها، الاستخدامات بتاعت البيم في المشروع احنا هنستخدمها في ايه، information management assessment matrix، بنبدأ بقى نقول reference to الايزو كذا كذا، ايه اللي هيبقى مسؤوليتها على مين، ال request information. طبعا الحاجات دي بتختلف حسب حجم المشروع، يعني ممكن تكون فيلا صغيرة فمش هندخل في كل التفاصيل ديت، ممكن يكون المشروع مثلا بين كذا شركة بتعمل البيم موديل فلازم يكون في تفاصيل اكتر وهكذا. يعني هي مش حاجة ثابتة، لا بتختلف حسب الحاجة اللي احنا بنعملها. دي الاستخدام بتاعت المشروع. فبنبدأ بقى نشوف مثلا السايت اناليسيز هيبقى في انهي مرحلة من المراحل وهكذا. فدي تمبليت بنبدا احنا بقى ايه نملاها، بتسهل علينا كتير جدا. يعني مثلا لما نبقى متفقين الحاجات اللي هتسلم ايه ودي هتبقى عامله ازاي وهكذا. يعني ممكن مثلا واحد يقول لي احنا هنعتمد على ال او دي فورم، بس انا ممكن مثلا ايه ال او دي فورم بيقول لي سلم مثلا في المرحله دي تفاصيل معينه، وانا لا حاسس ان هسلمها في مرحله تانية، فانا اقول لا دي هسلمك ال او دي 200 مش 300. فما دمنا اتفقنا عليها خلاص دي اقوى من ال من ال دي بتخصص العام، يعني بدل ما هي حاجة للناس كلها دي حاجة بتخصص لي أنا للمشروع دوت. Reference information shared resource، بنبدأ بقى نكتب library guide بتاعتنا، الدوكيومنتس اللي احنا هنعتمد عليها في الشغل بتاعنا، shared resources تمام، اللي هي الفولدرات اللي هتبقى موجودة، ايه كل فولدر هيبقى موجود فيه ايه. طبعا هي حاجات ستاندرد بس بنتفق عليها. الكوماند داتا انفايرمنت السي دي اي الستاندرد بتاعتها، التريننج ريسورس دي بقى دي ممكن تتحط ممكن ما تتحطش، ممكن الملك عايز يدرب الناس وعايز مثلا يقول لهم ايه انا عايز ناس تبقى عارفه ازاي تفتح الملفات وازاي تطبعها، مش لازم كل حاجه. فبنبدا نكتبها هنا بالتفصيل بتاعتها تمام. هنا طريقه التسميه بتاعت الملفات نفسها، الاورجنايزيتور للتنظيم، هتدي مثلا للتندر مثلا حرف الاتش، كل حاجه تديها حروف معينه بحيث ان انت تسهل على نفسك. الفايل تايب اللي هي الاجزاء دي، كل جزء من دول بيقول لك ايه الاختصارات اللي انت هتستخدمها في المشروع. الميتا داتا الوصف بتاع الحاجه، الاكسشنج تبادل المعلومات امتى وفين وازاي،
ممكن مثلا هنبدل معلومات كل اسبوع مثلا او كل اسبوعين وهكذا، ده لو اكتر من شركة شغالين مع بعض. اليونت اللي هنشتغل بقى فيه المشروع دوت، تمام. طبعا دي بتختلف من مشروع لمشروع، ولازم تتعمل بشكل قوي، لان اي غلط فيها ممكن يعطل الشغل كتير. لا احنا مش متفقين على دي، لا احنا متفقين على دي، لا احنا لازم تدينا ملف الريفيت، لا احنا متفقين على ان انت تدينا ملف التوكاد وهكذا. فلو حد عايز مساعدة في الحاجات ديت يعني ممكن نتواصل ونبدأ نعملها بشكل احترافي.